اهلا بحضراتكم معانا مره تانيه، ويشرفني جدا وجود الفنانه عبلة الحوت، فنانه الرسم على الحرير، المشاركه في معرض ديارنا للحرف التراثيه واليدويه. مساء الخير يا استاذه عبلة. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك معانا، واحنا سعداء بانك مشتركه في النسخه 61 لمعرض ديارنا، معرض وزاره التضامن ديارنا، اللي بيفتح أبوابه أمام الجماهير لغاية 25 فبراير، وبيقام على 2800 متر مربع بأكثر من 300 عارض، منهم 80% من الفتيات والسيدات والمنظمات غير الحكومية وذوي الإعاقة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حقيقة يعني دور إنساني رائع لمصر. يعني لو ليكي ملاحظة في هذا المضمار نحب نقولها سريعا قبل ما نتكلم عن شغل وفن حضرتك. اولا انا يشرفني ان انا اكون معاكم، ويشرفني كمان ان انا مشتركه في معرض ديارنا، وان في ممثلين من هيئات دوليه موجودين فيه زي هيئه اليونسكو والناس اللي تبع اللي هو مفوضيه اللاجئين. ويشرفني ان انا اكون يعني من ضمن كوكبه من الحرفيين البارعين في مصر اللي بيبدعوا في أشياء كتيرة جدا. ويشرفني إن اللي اختارني علشان أشارك في هذا المعرض بنك اسكندرية، على أساس إن أنا كنت مشاركة معهم في المبادرة بتاعت إبداع من مصر من سنة 2016. يعني أستاذة عبلة، هل في رأي حضرتك في يعني اللي بيوصلوا ال 300 عارض اللي وصلوا للنسخة 61 من معرض ديارنا، دول فعلا أرقى شغل موجود عندنا؟ هل في هيئات بتصنف بتحكم بتقيم بتقارن بين اللي عايزين يخشوا؟ لأن طبعا دي فرصة تسويق كبيرة جدا لفنانيننا. يعني فعلا هو فرصة كبيرة جدا للتسويق للفنانين. عددنا، عدد الفنانين البارعين اللي هم مبدعين في مصر، عددهم كبيرة جدا طبعا، وحصرهم لا يمكن طبعا. وللأسف إن الفرصة بتاعت المعرض دي بتبقى يعني تتاح لعدد قليل، إحنا 300 يعتبر عدد قليل جدا، في معارض تانية بتاخد بالـ600 فرد أو 700 بس، للأسف بتقام مرة واحدة في السنة. فالناس دول محتاجين يسوقوا شغلهم، محتاجين إن هم يكونوا متواجدين بالنسبة للجمهور بصفة عامة دائمة، علشان الناس ما تنساش الشغل بتاعهم يعني. وفي نفس الوقت الشغل بتاعهم ده اللي هو الإبداع والبراعة والجودة الراقية اللي يعني بتنافس الشبيهة لها من الدول الأوروبية والصينية والهند والكلام ده كله، الناس دي للأسف ما بتلاقيش تسويق جيد ليها طول العام غير الفرصة دي. طيب حضرتك، ان الكل بيتنافس. المعرض دوت فندم بيقام بمعدل مره كل قد ايه عشان نوصل للنسخه 61 وهو حديث العهد كده؟ وبصراحه معرض ديارنا ما بيحصلش مره واحده في السنه، هو نسختين في محافظه القاهره ونسختين في محافظه الاسكندريه وتقريبا نسخه في الاقصر، وبيحصل برضو في اسوان في يعني نسخة، يعني كل سنة بيبقى حوالي 7 أو 8 نسخ بيتكرروا في محافظات مختلفة من محافظات مصر. هل يا فندم بتتنوع المشاركات؟ يعني هل حضرتك اشتركتي قبل كده، ولا في شرط انه كل مرة بنقدم 300 جديد في كل نسخة علشان نقدر نستوعب مئات الألوف من الفنانين الحرفيين اليدويين عندنا في مصر؟ اولا النسخه ما بتتكررش، يعني الاعداد الناس ممكن تكرر وممكن لا، على حسب ان الشغل بتاعهم هل موجود متوفر ولا لا عشان ينزل بيه في معرض من المعارض ويعرف يسوق. تاني حاجه ان اللي بينزل في المعرض يعني مش كل اعداد الفنانين وزارة التضامن عارفاهم أو بنك اسكندرية عارفهم،
أو أي هيئة تانية خاصة بالمعارض زي مثلا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. أيوة. دي برضك ما تعرفش أعداد الناس دي. أيوة. أعدادهم كبيرة جدا، هم منتشرين في مصر كلها. أيوة. اللي بيحصل إن بعض الشخصيات يعني والناس اللي بينموا الحرف اليدوية أو بيتبنوها بيجمعوا الشغل بتاعهم وبينزلوا باسمهم في المعارض دي، علشان اسمهم بيبقى كبير. يعني واحد بيجمع شغل مثلا في محافظة معينة من فلاحات بيعملوا حاجات يدوية، كروشيهات، مش عارف ايه، وينزل بيه في معرض كبير، لانه هو عارف يتواصل تواصل مباشر مع الهيئة اللي عاملة المعرض ده. كمنفذ يعني. الصغيرين كمنفذ. طب خليني اتنقل مع حضرتك، اشتركتي قبل كده في المعرض؟ ولو اشتركتي تقولي لي في كام نسخة، لاني عايزة اتنقل للحديث عن شغلك الرائع شديد الرقة اللي احنا بنعرض اجزاء منه اثناء كلام حضرتك. الله يبارك فيك. اولا انا اول مرة انزل في معرض ديار. هايل. انا نزلت قبل كده في معارض تانية زي IHS، زي تراثنا. نزلت في المسخات بتاعة تراثنا، لان انا اساسا اعتبر بنت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لان المشروع بتاعي اللي هو الرسم على الحرير كانت بدايته سنة 1995 لما خدت قرض صغير من الصندوق الاجتماعي للتنمية اللي هو المسمى الحالي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يعني ما تتصوريش دول فعلا ما تتصوريش حضرتك انا سعيد قد ايه بكلامك دوت، لانه فعلا ده برهان عملي على ان مش بس بتيح الفرصه للفنان انه ياخد قرض، لا ده انا بفضل معاه وبرعاه وبقدم شغله.